أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. ما رأيك في كتاب ذلال القرآن وما قولك في صاحبه؟ كتاب في ذلال القرآن تفسير أدبي في الواقع، يعني يميل إلى الأساليب الأدبية، وفيها أيضا شيء من العلوم المتأخرة، وفيها علوم نافعة أيضا، لكن فيها أخطاء، فيها أخطاء كثيرة، وقد نبه عليها الشيخ عبدالله الدويش رحمة الله عليه، وألف في هذا كتابا نبه على هذه الأخطاء التي فيه، فيحسن لك أن تراجعه. نعم.